حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم احنا عندنا مبدع مميز وجميل ما شاء الله، عنده لغه الاشاره، عندنا طارق العثمان. طارق العثمان هذا عنده مميزات حلوه ويقلد الاصوات ويعني يسوي لغه الاشاره ما شاء الله من الروضه. وبعد شو اسمه اقرا كلمات. تقرا كلمات ايش؟ مثلا شريفه. ايه مثلا عبد الله. حلو، تقرا شريفه عبد الله بس؟ لا، فهد. طيب بعد مثلا مكة. مكة بعدين بيشة. بيشة حلو، كلها تقراها. أي كلمة. أي كلمة. طيب اليوم أنت تسوي لغة إشارة صح؟ إيش سويت لغة الإشارة؟ النشيد الوطني بلغة الإشارة. سورينا نشوف النشيد الوطني بلغة الإشارة. لا ورنا كذا، تعال هنا جنبي. يلا قولوا سارعين لمجدي والعلي. يلا واحد اثنين ثلاثة. لحظة مجدي، هو حيسويها بلغة الإشارة. خلاص يلا واحد اثنين ثلاثة. سارعين المجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر. ون منت المسطر. لحظة المسطر. ايه يلا من عند مسطر كملوا شوي شوي، انتم الرجال اللي حسوه شوي شوي يعني سبقتوه. يلا ها مسطر وارفع يلا من جديد. يلا وارفع الخفاق، وارفع الخفاق اكبر يحمل النور المسطر. عادي اسرع 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 اسرع، يسرعون يعني شوي شوي يبطون يعني. يلا شوي شوي يلا. خالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. يا سلام عليك، تحيه تحيه. ايش هذا الابداع؟ من علمك هذا الشيء؟ امي. ما شاء الله. طيب غيرها تعرف تسوي شيء بلغه الاشاره؟ ها؟ ايوه. يلا سولف معي بلغه الاشاره قول. يعني مثلا اقدر اقول قل وانت تتكلم الحين مثلا قول حياكم والله اليوم معانا في صغار ستار. يلا. يعني ايه ايش معنى؟ ايش؟ يعني قول حياكم الله، كيف حياكم الله؟ ما تعلمتها بعد. يلا ايش اللي تعلمت قوله، اللي انت عارفه قوله. يلا بعد تعلمت. ايش تعلمت؟ انا واخوي. يلا قول. انا ايه واخي. يلا بس تعالي يا حبيبي الله يعطيك العافيه. تعالي. ايش بعد؟ ايش بعد تعلمت؟ طيب عندك انا شيء تقولها بصوتك او قصيده؟ قصيده. ايه يلا قول. تا حزام تا حزام خاويي تا حزام، نصرهام نصرهام يا اسلام، شد حزامك شده. بس منه بس هذه. ما شاء الله عليك. انت صف كم؟ سنه كم انت؟ تمهيدي. طيب احد في عندكم يبغى يسال سؤال؟ ها تفضل يا ريان. ها انا عارف اقرا كل شيء. تعرف تقرا كل شيء؟ ايوه. يلا اقر اقر. ها بسم الله. يلا خذ راحتك. ها قد مكتوب. ها قد يقول قد قرد قد 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 انجليزي يعني. هاو ار يو؟ اي فاي ثانك يو. واو واتس يور نيم؟ ريان. ريان هاو اولد ار يو؟ 7. وات؟ 7. 7 ييرز. طيب ان يو هابي ان صغار ستار؟ يا يا هاو ماتش يعني هاو ماتش يعني شلون انت مبسوط كثير؟ ايوه مبسوط كثير يعني هاو ماتش. ها فيري هابي. هاو ماتش يا علي. طيب يلا اليوم ما شاء الله شفتوا الموهبه الجميله طارق قاعد يمثل او قاعد يسوي بلغه الاشاره عن النشيد الوطني. تعلمتها من ماما صح؟ إيه؟ ايش حاب تقول لماما اليوم؟ حتى انت يو سبيك انجلش؟ يس سبيك انجلش. واو هاو ار يو؟
Good. Good. Good ولا good? Good. What's your name? My name is Tariq. What? Tariq. Tariq. Yes. Oh. Tariq. غير اسمه. احنا تغير اسم غير يعني اسمك تغير بالانجليزي؟ ايه كذا. ايه ايه طيب انا يعني ايش؟ ايه طيب انا وش يصير اسمي بالانجليزي؟ ها؟ انا اسمي فهد صح؟ بالانجليزي ايش يصير؟ فهد. طيب هاو ميني ماتش؟ هاو ميني ماتش؟ هاو ماتش؟ ها؟ How many much فلوس يعني فلوس صح What price this is t-shirt dot no يا سلام dot com حلو يعطيك العافيه والله صراحه نورتونا اليوم اللي حاب يعلق من حاب يقول شيء ويعلق بشيء انا عندي شيء يا حبيبه انت يا العسل انا حاب ترى مو بحنا في زواج الله يحفظك داخل طالعه تنزلين من المنصه ترجعين للمنصه ها انت وين تروحين؟ ها؟ وين تروحين تو؟ ها؟ يعني ريان اختك في البيت كذا؟ ايوه كل مره تسوي شو تسوي؟ اجلس عندكم كثير ماني متحرك اروح عند امي ولا ابوي ايه تقعد لحالك يعني ودك تجلس معنا؟ ايوه بيان انا باخذك معي البيت تعالي يا سلام عليك يعطيك العافيه خلينا نروح الفاصل بعد هذا المشاركه الحلوه ونرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا